حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الفقرة الرئيسية من برنامج في المنتصف. طرح هجوم وزير الداخلية الليبي فتحي باشغا على مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس واتهامها بالسيطرة على ميزانية وزارته وإحداث فوضى أمنية هناك العديد من التساؤلات حول دلالة هذه التصريحات في هذا التوقيت، وما إذا كان الوزير سيتعرض لهجوم من هذه المجموعات المسيطرة أم لا؟ تصاعدت الخلافات بين الميليشيات المتحكمة في العاصمة الليبية طرابلس ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي فتحي باشاغا بعد الهجوم الذي شنه الأخير على الجماعات المسلحة في تصعيد ينبئ بمواجهة محتملة بين الجانبين وفق مراقبين، حيث اتهم باشاغا الميليشيات بأنها مصدر للفوضى الأمنية كونها ترفض الامتثال لتعليمات كافة المؤسسات الحكومية من مخابرات ومباحث ووزارة الداخلية وبأنها تفعل ما تريد. هذه تمتلك الإمكانيات الكبيرة، هي صحيح اسميا منتمية لوزارة الداخلية تحت مسميات الدعم المركزي أو القوة سين أو القوة صاد أو القوة جيم، ولكن تمتلك الإمكانيات الكبيرة من خلال السنوات الماضية السنتين الماضية استطاعت أن تمتلك أو أن تهيمن على ميزانية وزارة الداخلية. للأسف أن تمنح بدل من تمنح ميزانية وزارة الداخلية تمنح لهذه المجموعات، هيمنت على القرار السياسي، هيمنت على القرار المالي، وكذلك هيمنت على القرار الاقتصادي، وكذلك هيمنت على وزارة الداخلية، فأصبحت قوة موازية لوزارة الداخلية. فيما اختلفت آراء السياسيين حول تلك التصريحات، حيث اعتبرها البعض أن لا معنى لها، لكنهم تساءلوا عن البديل عن هذه المجموعات المسلحة، وفيما اعتبر آخرون بأن هذه الميليشيات التي تسيطر على طرابلس تشكل عائقا حقيقيا في بناء الدولة الليبية ومؤسساتها، وأن تبعيتها للدولة الصورية، وأنها تعتبر بناء منظومة أمنية جديدة تحت سلطة وسيطرة الدولة تهديدا لها، ما سيدفعها للمقاومة والمجابهة. وكان هجوم باشاغا على المجموعات المسلحة يشاركه فيه الكثيرون لهيمنة هذه المجموعات على القرار الأمني والاقتصادي وغير ذلك وفق تعبيرهم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ورحبوا بضيفي هنا في الاستديو المهدي كشبور المحلل السياسي الليبي. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة وفي القناة التاسعة، أهلا بك. أهلا بك أخي فتحي. في البداية اليوم نتحدث عن الوضع في ليبيا، لو نضع المشاهد في البداية نعرفه ما الذي يجري في ليبيا اليوم بداية؟ في ليبيا هناك انقسام للسلطة بين الشرق والغرب، وفي المنطقة الغربية حيث يعني تتمركز حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، للأسف هذه الحكومة لم تستطيع فرض سيطرتها على المنطقة الغربية بالكامل، وهي تحاول أن تجد لنفسها ثبات في العاصمة فقط، وبالتالي ينعكس هذا على مجمل تصريحات مسؤوليها، دائما لا يتحدثون ولا يضعون الخطط إلا في نطاق مدينة طرابلس وهي العاصمة فقط، وباقي المدن يعني لا توضع ضمن هذه الخطط. طرابلس فيها ميليشيات؟ نعم بالتأكيد، الميليشيات في كامل ليبيا، في كل مكان في ليبيا هناك مجموعات مسلحة لا تمتثل للدولة بشكل كامل، لأن الدولة إلى الآن لم تستطيع استيعاب هذه المجموعات المسلحة ولا وضع خطط لدمج هذه المجموعات في مؤسسات الجيش والشرطة وباقي المؤسسات. لمن يتبعون هؤلاء؟ إداريا ويعني هم يتبعوا وزارة الداخلية، لكن تنفيذيا هذه المجموعات بعضها مرتبط أيديولوجيا بمجموعات أخرى موجودة في الشرق وحتى خارج ليبيا، وكما صرح سيد باشاغا بعضها مرتبط بدول أخرى لها مصالح وتدعم انقلابات في ليبيا، وبالتالي نحن نتحدث عن تبعية إدارية إلى الدولة لأن هي مصدر التمويل والمرتبات والشرعية القانونية، وتبعية فعلية أو ميدانية لتوجهاتها أو لدول وتيارات أخرى، ربما حتى بعضها مرتبط بشكل أو بآخر بحفتر، و هناك بعضها مرتبط
بالإمارات والسعودية وغيرها. من الذي قصدهم الوزير في تصريحه الأخير؟ هو لم يصرح، ولكن الكل يعلم أن المجموعات الموجودة في طرابلس بشكل يعني ظاهر، والتشكيلات الثلاثة القوية في طرابلس هي المجموعة اللي تابعة الهيثم التجوري وعبد الرؤوف كارا وعبد الغني الكيكلي. هذه المجموعات الثلاثة كل منها لها اسم، قوة الردع الخاصة، الأمن المركزي، ويعني كل له قوة اسم. حماية طرابلس أصدرت اليوم بيانا. نعم. في هذا هذه قوة شكلت حديثا يعني عبر تجمع هذه المجموعات في قوة حماية طرابلس، وظهرت يعني بعد أحداث الهجوم الذي حصل على العاصمة المدة السابقة من قبل اللواء السابع وبعض المجموعات الأخرى التي تضامنت معه في الحرب التي سميت حرب ضد ميليشيات الفساد أو دواعش المال العام كما سميوا في ذلك الوقت يعني. وبالتالي رأت هذه المجموعات اللي هي أصلا من العاصمة، رأت أن تشكل لنفسها جسم لدفع أي هجوم قد يحدث على العاصمة. هناك الكثير من الإشاعات الآن تدور في الشارع حول إعادة الكرة من قبل المجموعات السابقة، لأن الإصلاحات التي بناء عليها تراجعت الإصلاحات أو اتفاق الإصلاحات التي تم توقيعها في الزاوية لم يتم تنفيذها، وبالتالي مبررات الحرب كما يروها لازالت قائمة، وبالتالي سوف يعاود الكرة من جديد يبدو. هذه المطالب حتى السيد غسان سلامة المبعوث الأمم المتحدة في ليبيا أقر بمشروعيتها، ولكن اعترض على آلية تنفيذها أو آلية فرضها من خلال هجوم مسلح وما إلى ذلك. اعتبرت هذه التصريحات بمثابة جر حرب جديدة إلى طرابلس. إلى أي مدى هذه الاتهامات دقيقة، إضافة إلى اتهام الوزير بأنه يتبع لأجندات خارجية؟ هو البيان تناول حدثين، تناول التسريبات الدائرة حول أعداد المجموعات اللواء السابع وغيرها، أعداد لهجوم للعودة إلى العاصمة، وحول التصريحات سيد فتحي بشاغة التي تناول فيها المجموعات المسلحة في طرابلس وذكر أنها هي لا تخضع للشرعية. الحقيقة يعني الكل يعلم في ليبيا أن ما ذكره السيد فتحي بشاغة هو شيء حقيقي وواقعي ويعني معروف، ما هوش خافي يعني، ولم يأتي بجديد. المشكلة أن السيد فتحي بشاغة لم يتناول باقي المدن، هو تحدث فقط عن طرابلس. هناك مجموعات مسلحة لا تتبع وزارة الداخلية في مصراتها، هناك وزارة داخلية موازية بالكامل موجودة في المنطقة الشرقية، السيد فتحي بشاغة بدل أن يتعامل معها يعني كخصم أو من ينتزع منه صلاحيات، هو تعامل معها كحكومة موازية ومش هجلس معها، رغم أن اتفاق الصخيرات ينص صراحة على إنهاء كافة الأجسام الموازية. المجموعات الموجودة في المنطقة الشرقية واللي تسمى داخلية في المنطقة الشرقية هي مجموعات تابعة لحفتر، تابعة لمشروع الكرامة الانقلابي، وشاركت في حتى في عمليات حربية. فهنا حصل خلل، لأن هناك ازدواجية الآن في التعامل مع المجموعات الخارجة عن سلطة وزارة الداخلية. هناك مجموعات يتعامل معها بشكل رسمي مثل موجودة في المنطقة الشرقية والموجودة في مصراتة، وهناك مجموعات يحاول أن يدخل معها في صراع وهي المجموعات موجودة في العاصمة. هذه المجموعات بالتأكيد لا توفر الحل الأمثل يعني المرغوب، ولكن هي الآن يعني بشكل أو بآخر هي تحل مشكلة أمنية. ما هي الخطط البديلة عن الاستغناء عن هذه المجموعات؟ وزارة الداخلية التابعة للسيد فتحي بشاغة هو نفسه خرج وتكلم وقال إن وزارة الداخلية زيرو، يعني أي بمعنى أن لا يوجد لديها أي إمكانيات. أيضا أفراد هذه المجموعات هم نفسهم يعني الأفراد اللي كانت قامت عليهم الثورة، وبالتالي ما زالوا بنفس العقلية اللي يعني أو العقيدة الأمنية اللي تحمي النظام ولا تحمي الشعوب، وبالتالي يعني البديل بالنسبة للشعب لن يتغير كثيرا. الأمر سيان، المسألة يبدو أن صراع نفوذ داخل العاصمة بين سيد فتحي بشاغة وهذه المجموعات المسلحة. من سينتصر في النهاية؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد أن نشرك معنا في هذه الفقرة ضيفنا عصام الزبير الصحفي الليبي. حياكم الله سيد عصام، أهلا ومرحبا بكم
معنا كيف سيكون تداعيات تصريحات وزير الداخلية على طرابلس؟ أولا أحييك وأحيي ضيفك الكرام وأحيي العاملين القناة، وأقول لك حقيقة أن الوضع يعتبر صعب جدا، ما هوش وضع سهل، لأن الأمور الآن هي أراها مثل كسر العظام داخل مثل كسر هلو أسمعك تفضل. هي الآن زي كسر العظام بين الشرطة وبين الكتائب الأمنية المحسوبة على وزارة الداخلية، وهذا الأمر طبعا أصبح الآن موجود بصورة كبيرة جدا وواضحة، وهذا أثبت أن هناك صراع واضح وخفي، إن كان لبعض الآخرين لم يوضح لكنه واضح حقيقة من خلال البيانات التي تنشرها وزارة الداخلية ووزير الداخلية بالذات. حتى الكلام طيب الرد على هذه البيانات من قبل بعض هذه الميليشيات كيف تبعته؟ أنا أعتقد أن الأمر الآن هم البعض يحاول أن يدرس الأمر ولا يدخل في صراع، لأن إذا دخل الصراع سيدخل داخل العاصمة وستبقى بعد ذلك وجود حرب لا تؤدي نتائج محمودة، وخاصة أنه سيتم بتدخل المجتمع الدولي، خاصة وأن السيد بشار وزير قام بعدة محاولات منها اجتماع مع نائبة المبعوث الأممي سلامة ستيفاني ويلمز، وكذلك مع السفير الإيطالي والسفير البريطاني، كما قام أيضا بعدة جولات هدف منها هو تثبيت هذه الخطة التي يريد أن يجعلها على المشهد، بينما تلك الكتائب هي بعضها قد تكون تجتمع مع بعضها واجتمعت مع بعضها وكونت قوة حماية طرابلس، ولكن الأمر تعدى إلى ذلك ببعض التصريحات النارية التي أطلقها سلامة، لأن بعض منهم يتعامل مع قوة خارجية ويتعامل مع هناك استخبارات دول تتعامل مع، مما وضع بعضها في بند حقيقة محشور يعتبر هو بند الخيانة، وهذا ينبه بهجوم. أيضا الهجوم يوم أمس الذي تم حول وضعهم بأنهم هم يهيمنون على الميزانية وأن يهيمنون على القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار المالي ويمتلكون قوة كبرى، وكأنه يوجه الأنظار إليهم والمجتمع الدولي على إنهاء هؤلاء. هؤلاء لن يقدروا أن يفعلوا الآن شيء إلا خوفا من أن يكون هناك احتكاك بينهم وبين قوات قد تأتي للعاصمة من نصرتها لنصرة الوزير أو من مناطق أخرى حقيقة، لأن الوزير يرجع إلى مدينة نصرتها، وهذا ما يجعل الوزير يتخذ قرارات قوية عكس الذين كانوا قبله، لأن هناك له ثقل في مدينة نصرتها وهو داعم لاتفاق سياسي وله ثقل حتى في الحكومة، لذلك لم يتكلم معه السراج ولم يقف دون ما يفعله، وهذا واضح من أن الدعم له والمساندة أعطته هذه اتخاذ هذه القرارات عكس الوزراء السابقين. نعم. وأقول لك صراحة أن أي تحرك قد يضر بالمواطنين داخل العاصمة من شأنه أن يؤثر على دخول المجتمع الدولي وأيضا على استغلال حفتر هذه الورقة بأن هناك إرهاب في المدينة، وقد يدخل بعدها حفتر بدعم من بعض الدول المؤيدة لي على أساس أنه يحارب الإرهاب. سيد عصام ابقى معي، سأعود إليكم أستاذ المهدي. يعني اليوم نشهد حرب تصريحات، إلى أي مدى من الممكن أن تنتقل إلى مواجهات بين من يتراشقوا اليوم يتراشقون البيانات؟ الحقيقة سيد فتح بشاغة يبدو أن لا أدري هل هو لم يحسب يعني تبعت هذه التصريحات أو أن عنده خطة. هذه التصريحات خطيرة بالتأكيد، هذه المجموعات المسلحة حتى وإن كانت تعاملت مع هذه الحكومة بشكل أو بآخر يوم دخولها، لكن الآن السيد فتحي بشاغة من خلال هذه التصريحات وكأنه يعني يرفع السلاح في وجه هذه المجموعات. إذن هذه المجموعات بالتأكيد هي القوة الكبيرة في طرابلس، لن تسكت أو لن تنتظر حتى ينال منها سيد فتحي بشاغة، وبالتالي أنا أتوقع أن يتم أمام فتحي بشاغة يعني عدة سيناريوهات. أولا إذا بنتحدث عن مواجهة مسلحة مع هذه المجموعات، فبالتأكيد المجموعات التابعة لسيد فتحي بشاغة المتمثلة في وزارة الداخلية هي غير قادرة وليست لديها حتى يعني النية في الدخول في أو المصلحة للدخول في اشتباك مع هذه المجموعات القوية والمتنفذة في طرابلس.
إذا السيد فتحي بشاغة يستعين بقوة من خارج طرابلس من مدينة الأصلية من مصراتة، إذن هنا سيدخل العاصمة في حرب، يعني بالتأكيد ستكون نتائجها وخيمة، خاصة أن العاصمة تحتضن الآلاف من المهاجرين والنازحين من المدن الأخرى التي بها اشتباكات. إذا أكثر المتضررين هم مدنيين والنازحين. بالتأكيد أصلا سيد فتحي بشاغة أنا لا أتوقع أن يكون عنده قوة داخل العاصمة ليستطيع السيطرة بها على مجريات الأمور. إذن ستنتصر الميليشيات على المصرح. نعم، ستنتصر الميليشيات على من صرح. هذا لو اتجه إلى المواجهة المسلحة، ما لم يستعين بقوة من خارج مدينة طرابلس، وهذا سيكون نتائج وخيمة ولا أحد يتمنى ذلك. أو أن يلتجئ إلى إخراج وزارة الداخلية من العاصمة، أو أن ينشئ لنفسه منطقة خضراء، ويعني هذا ما لا نتمناه. يعني أن نريد عاصمتنا أن تكون يعني هي الحاضنة للمؤسسات السيادية وتكون آمنة في ذات الوقت. وبالتالي هذا الأسلوب الذي انتهجه السيد فتحي بشاغة أنا لا أراه أنه يخدم الوضع الأمني، ربما سيزيد من حديته. و أيضا هو لم يقدم حلول، الآن هو شهر السلاح في وجه هذه المجموعات وبالتالي لم يضع لها حلول. هذه المجموعات الآن هو يطالب مثلا بحلها، أين ستتجه أفرادها، أين سيتجهون الكثير منهم، يعني هذا مصدر دخلهم، يعتبروا أنفسهم منضمين إلى الدولة في كيانات تحت وزارة الداخلية. صحيح لا يأتمروا أمراءها، لا يأتمروا بأوامر وزير الداخلية، ولكن الأفراد ما هو مصيرهم؟ ماذا قدمت لهم وزارة الداخلية من رؤية؟ أيضا ما البديل؟ إذا سوف يكون البديل هو قوات وزارة الداخلية نفسها السابقة، إذا نحن لن نتحدث عن إحداث فرق بالنسبة للمواطن، لأن هي نفس العقليات القمعية، هي نفسها اللي عند هذه المجموعات المسلحة، هي نفسها عند أفراد وزارة الداخلية. لأن السيد وزير الداخلية سواء سيد فتحي بشاغة أو من كان قبله لم يقوموا بعمل برامج لإعادة تأهيل أفراد قوات الأمن بعقلية جديدة، بفكر جديد، بآليات جديدة. فقط تم تأهيلهم عسكريا، ولكن لم يتم تأهيلهم من باب أمنيا والمفاهيم الجديدة للحقوق والحريات التي نأمل أن نصل إليها في ليبيا الجديدة. لكن للأسف الآن نتحدث عن بديل بالنسبة للشعب هو موازي للوضع القائم، وبالتالي لا حاجة أصلا لدخول في مشاكل وصراعات وحروب طالما الوضع لن يتغير. كتيبة حطين ماذا تعني لفتحي بشاغة؟ هو كان آمر الكتيبة يعني، ولكن يقول أنه ليس له علاقة، يدافع عنها هو يقول التاريخ. ولكن الواقع التصريحات القوية سيد فتحي بشاغة تدل أنه هو مسنود من قبل مجموعات مسلحة. بالتأكيد أيضا هي مثل هذه المجموعات ليست منضبطة عسكريا، ولكن إداريا تتبع وزارة الداخلية، في لحظة ما تنتهي مصالحها مع الوزير تستطيع أن تنقلب عليه. وبالتالي نحن لا نتحدث عن بدائل سليمة، نحن نتحدث عن تغيير بس في مصالح، ربما إحلال مجموعات مسلحة ولاءها للوزير بخلاف المجموعات المسلحة الأخرى التي لا يوجد لها ولاء للوزير. وبالتالي نحن لا نتحدث عن المواطن في ضمن هذه المعادلة، نتحدث عن يعني توازنات خاصة بالوزير، من معه ومن ضده. طيب أستاذ عصام، بالانتقال إليكم، يعني يقول وزير الداخلية نحتاج إلى دعم دولي من أجل القضاء على الميليشيات، إلى أي مدى من الممكن أن يتم الاستجابة له، وكيف سيكون بناء على التجربة السابقة يعني الوضع الدولي إن ما حصل هناك سيناريو لا يحبذه الكثيرون في طرابلس؟ هو حقيقة نحن لو كنا بنتكلم عن عملية الميليشيات تبقى وأن الوضع سيدخلنا في حرب، لن تنتهي الميليشيات أبدا، وهذا سيزيد من تواجدها وسيزيد من سيطرتها على المشهد وسيزيد من العمليات التي تقوم بها. ولذلك لابد من الحركة. هذه الميليشيات خلينا واقعيين هي التي أبعثت الميليشيات الأخرى التي كانت موجودة بالعاصمة، وهي التي أيدت الاتفاق السياسي،
وهي التي قامت بها الأمم المتحدة الترتيبات الأمنية، وهي التي كانت بها تسير بها الآن الترتيبات الأمنية التي كانت موجودة، وهي من أربكت المشهد حقيقة، ولم تقم إلا بعمليات معروفة بعضا منها، وإن كان بعضا منها مارس بعض النوعية من العمل، لكن الأغلب معروف، وضعه معروف تأثير على العاصمة، ومعروف حتى من رسمه موجود في تقرير الخبراء المتحدة من ناحية الفساد. ولذلك لا يمكن أن نقول أن تبقى هذه الميليشيات أو تبقى، هل ستبقى دائما في الوجود؟ لا يمكن أن نعطي لها فرصة على البقاء، ولا بد من التحول إلى دولة، والتحول لدولة يبدي تضحيات ويبدي وقت ويبدي صحيح، لكن لا يريد أن نبقى خارج المشهد ونقول نريد جيش الشرطة، هذا لا يتم. الحديث لابد أن يكون بمبادرات، وهذه المبادرات لابد أن تنطلق، وإن كانت صحيحة أو تعاني بعض الجوانب يجب معالجة الجوانب، ولا يمكن أن نقول أن الشرطة الماضية كلها كانت في موضع غير، لا بالعكس، أنت تريد الآن تأهيل هذه الميليشيات لكي تبقى شرطية، عليها أن تدخل إلى مراكز التدريب وتتعلم العلوم الشرطية وتتعلم قانون الشرطة، وبعد ذلك تمارس عملها، وتلك التي كانت في السابق عليك أن تحولها عن طريق التأهيل ورفع قدرتها في عملية احترام حقوق الإنسان وتغيير عقيدتها، هذا يريد وقت، لكن لا يمكن أن نلغي مجموعة من الناس على أساس أنهم، لا بالعكس، القذافي كان عامل لا يتعامل مع الشرطة والجيش، كان يتعامل مع الأمن العام الذي خلقه كجسم موازي للشرطة، وكان يتعامل مع الكتائب العسكرية التي كانت كتائب تتبع أبنائه وكانت موازية للجيش، ولا يمكن أن نصف هؤلاء بأنهم كانوا نظام سابق أو نصفهم بهذا. هناك منهم من كان يقود حتى المعارك، حتى في طرابلس رأيناهم يقودون المعارك، وكانوا من الذي استخدم الدبابات ومن الذي استخدم السلاح الثقيل، هل يعرفه الشباب؟ لم يكن يعرفوه. ولذلك لا يمكن أن نضع بعض الأشياء كمسميات ونقول لا ونحاربها على أساس وضعية. ما نحن رأينا كيف فعل هؤلاء عندما كانت بالعاصمة، ورأينا لماذا أدخلت العاصمة في سبيل الفساد وفي سبيل المشاكل. نحن ما نتمناه الآن أن يتوخى الوزير الحذر في عملية إدخال العاصمة نتيجة هذه التصريحات النارية، وعلى الكتائب المسلحة أن تتجه إلى الحوار مع الوزير، وأن يقوم هناك حوار سلمي من أجل حماية العاصمة من دخول زهق أرواح المواطنين، ولكن لا يمكن أن تستمر حياة المواطنين بهذا النوع، بأن يكون حتى الاستحواذ على الأموال التي في المصارف بشكلية ونوعية معروفة. إذن ما هي الحلول اليوم؟ يعني عرجت إلى الحوار قليلا، ولكن ماذا عن الحل الفعلي من أجل تجنب مصير أسود ربما؟ هي المصايب جتنا أغلبها من الأمم المتحدة، ولا أقولها صريحة، من بعض الدول المتدخلة في ليبيا. الأمم المتحدة لم تعمل على تجفيف التدخل في المشهد الليبي، النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأمم المتحدة استخدمت عبر خبيرها الأمني وخبيرها العسكري هذه الكتائب، وزادت من قوتها، وزادت حتى في أخذها للسلاح وأخذها للميزانيات عن طريق دعم الأمم المتحدة للترتيبات الأمنية، ودعمها ملف هذه الكتائب ووجودها على المشهد، وهذا الذي جعلها تكبر. ولذلك الآن عندما يريدون أن ينقضوا منها سيفعلون بها دخولها في مشاكل، ولو أن الأمم المتحدة تريد هنا 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 حلول. يعني في ظل هذا الدور للجميع أدوار ربما في هذا العالم، ولكن اليوم لما تتحدث قوة حماية طرابلس عن أن الوزير يتبع لأجندات خارجية، هل من الممكن التفاوض؟ لا، هو معلش، هو البيان هذا مزور حسب ما خرج علينا الآن، وحسب ما تم التحقق منه أنه بيان مزور، وهذه النقطة التي نخاف منها هي وجود بيانات تخرج من بعض الآخرين الذين يدفعون إلى دخول العاصمة في مشكلة، واستفادة من هذا الوقت ومن هذه الاختلافات، ودفع بمسمار الحرب. نعم. وهو ما نخشاه. هذا البيان لم يظهر، لا ظهر بصورة كبيرة في بعض وسائل الإعلام التي تروج للحرب والتي تروج لحتى الحقيقة، حتى يستفيد من هذا الموقف ويبين ما يريده بقوله بأن هذه الميليشيات هي استحوذت على العاصمة، وأنها ميليشيات تستغل وفاسدة وأنها إرهابية. هذا أريد به لكي إثارة الصراع بين وزارة الخارجية وبين هذه الكتائب المسلحة، لكن لم يصدر أي بيان إلى الآن من قوة حماية طرابلس حول أي من هذه الإشكاليات أو البيانات، رغم أنه يتم تداوله بشكل كبير. نعم، ووزع بصورة كبيرة واختم وفعل كأنه بيان رسمي. شكرا جزيلا لك عصام الزبير الصحفي الليبي على مشاركتك لنا في هذه الفقرة الحوارية والرئيسية من برنامج
في المنتصف. أشكرك جزيل الشكر سيد المهدي. ما الذي سيأتي على طرابلس في قادم الأيام؟ الآن يعني الأمر يعني هو رهين بتصرفات وزير الداخلية. الآن هو رمى يعني وكأنه سكب البنزين وينتظر النار أن تشتعل. الآن لم يحدد خطط بديلة، تحدث عن أن هناك مجموعات لا تتبع وزارة الداخلية وأن هذه المجموعات مرتبطة بمجموعات أخرى في الخارج والدول الأخرى، لم يسمي هذه الدول، وبالتالي ترك الباب مفتوح على كل التأويلات، وربما سيستعين بقوة من مصراته. ممكن يتراجع عن تصريحاته؟ التراجع لا أعتقد أن يتراجع، ولكن هناك ولكن لو أراد تعامل سياسيا مع الواقع سوف يتواصل مع هذه المجموعات لإيجاد حلول. إلى الآن لم يطرح حلول. هذه التصريحات كنا سنعتبرها تصريحات صحيحة وفي محلها لو كان وضع خطط ولم تمتثل لها هذه المجموعات، ولكن سيد فتحي بشاغة إلى الآن لم يعلن أي خطط لا لتأمين العاصمة ولا لإدماج هذه المجموعات. هذه المجموعات هي من تؤمن العاصمة فعليا. الهجوم الذي تم على وزارة الخارجية والذي نسب إلى داعش، من قتل فيه أحد الناطق الرسمي باسم أحد هذه المجموعات التي يشير إليها سيد فتحي بشاغة، واستشهد في ذلك التفجير. المجموعات التي تؤمن الإدارات، صحيح التمثيل ليس هو التمثيل الأمثل وليس هو المطلوب ولا الذي نتأمله، ولكن هي الآن تقوم بدور. إذن الإحلال البديل، الخطط البديلة هي من يعني ستعطي سيد فتحي بشاغة يعني المبرر لحل هذه المجموعات أو لمعاداتها، ولكن لا. إلى ذلك الوقت طالما لم يقدم حلول إذن يعني الباب مفتوح على كل الصراعات. أنا أتوقع لو استمر سيد فتحي بشاغة بهذه الوتيرة سوف يتم إخراجه من العاصمة أو أن يخرج هو أو ينشئ لنفسه منطقة خضراء. شكرا جزيلا لكم المهدي كشكور، المحلل السياسي الليبي، على وجودك معنا في هذه الفقرة الرئيسية من برنامج المنتصف. كما أشكركم مشاهدينا على طيب وحسن المتابعة. في أمان الله.